السلام عليكم. خبصون التكفيرين خبص بمسألة البدعة، احشاية وثاني احشاية، وقال لك مبتدع كافر، السنة مبتدعة والشيعة مبتدعة والصوفية مبتدعة، ويمكن حتى أديسون اللي اخترع المصباح هم مبتدع. لا تستغرب، خلونا نشوف التكفيرين وابن تيمية منهم اللي يتهمون الناس بالبدعة، اش عدهم ما عدهم. كلكم تعرفون قبلة المسلمين منذ عصر الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا هي الكعبة الطاهرة المشرفة. فما هو رأيكم مثلا لو الآن في العراق بنينا في بغداد كعبة ودعونا الناس للحج إليها، فهل توجد بدعة أكبر من هذه البدعة؟ بالتأكيد هذه أكبر بدعة. تعالوا شوف التكفيرين ابن تيمية وجماعته اللي يقدسون عبد الملك بن مروان إمامهم السابع من الأئمة الاثني عشر الذين أوصى بهم رسول الله حسب ما يدعون. تعالوا شوفوا عبد الملك بن مروان وين نقل الكعبة. عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين في مكة بالضد من بني أمية وآل مروان، ويستغل الناس في موسم الحج لتثقيفهم وتسقيط آل مروان، كما ينقل ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الثامن صفحة 280 في أحداث سنة 66 هجرية. يقول عن ابن الزبير أنه ينال من عبد الملك طبعا ابن مروان، ويذكر مساوئ بني مروان، ويقول أن النبي صلى الله عليه وآله لعن الحكم وما نسل، وأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وآله ولعينه، وكان يدعو إلى نفسه، وكان فصيحا فمال معظم أهل الشام إليه، وبلغ ذلك عبد الملك ابن مروان فمنع الناس من الحج فضجوا. إذن عبد الله بن الزبير يسقط بني أمية وآل مروان بالحج، فشنو الحل عند عبد الملك بن مروان؟ الحل هو منع الناس من الحج إلى مكة. إيه يا عبد الملك، وين نروح نحج؟ قال عبد الملك صبرولي، هاي بسيطة أنا أحلها لكم. فبنى القبة على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج ويستعطف قلوبهم، وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة، وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم كما ينقل هذا ابن كثير. هاي التكفيرين يا جماعة ابن تيمية، خبصتونا بالبدعة وكل المسلمين مبتدعة، وهذا إمامكم السابع عبد الملك بن مروان المقدس 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 صار عنده خلاف سياسي مع ابن الزبير، مباشرة حول الحج والكعبة من مكة البيت المقدس بفلسطين، وصارت الناس تطوف بقبة الصخرة، يعني صارت الكعبة بفلسطين. فهل توجد بدعة أكبر من هذه وأفحش من هذه البدعة؟ استحوا على أنفسكم وبطلوا سوالفكم التعبانة مبتدعة وكفار وهاي السوالف، وخلوا الناس تعيش آمنة بأوطانها. والشيء بالشيء يذكر، أكو واحد طالع اسمه غيث التميمي يقول القرآن محرف، والدليل على أن القرآن محرف هو قول الله تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يقول غيث التميمي هاي الآية دليل على بطلان القرآن. شلون بالله يا غيثون؟ يقول غيث التميمي بذاك الزمان وحين نزول الآية أصلاً ما كان أكو مسجد أقصى، المسجد الأقصى بني في زمن عبد الملك بن مروان، فشلون القرآن يقول أسرى بالنبي من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين وهو أصلاً لا وجود للمسجد الأقصى؟ يعني القرآن باطل حسب قول غيث التميمي. إحنا نقول له يا غيث التميمي، معقولة كل هذا مستوى ذكائك الخارق العجيب وما تعرف أن المسجد الأقصى موجود قبل الإسلام وكان قبلة لليهود، وجاء الإسلام وبقي المسجد الأقصى قبلة للمسلمين، بعد ذلك نزل الوحي من الله سبحانه وتعالى وغير القبلة إلى الكعبة المشرفة؟ معقولة ما تعرف أن عبد الملك بن مروان ما بنى المسجد الأقصى وإنما بنى القبة فوق الصخرة، يعني بنى بين قوسين قبة الصخرة كما ذكرنا من ابن كثير في البداية والنهاية؟ تدري يا غيث التميمي، يا خبير يا باحث،
المؤرخين والباحثين مختلفين على أول من بنى المسجد الأقصى. قسم منهم يقولون بناه آدم عليه السلام، وقسم يقولون ابنه شيث عليه السلام، وقسم يقولون سام بن نوح، وقسم يقولون بناه إبراهيم الخليل عليه السلام. والمعلومات التاريخية تشير إلى 3000 سنة قبل الميلاد، حيث بناه اليبوسيون وسموه أورسليم، واليهود يقولون بناه النبي سليمان عليه السلام. وانت يا غيوثي حضرتك تشكل على القرآن ومطلعة مو صحيح، لأن المسجد الأقصى عندك بناه عبد الملك ابن مروان. تدري يا غيثون المسجد الأقصى فيه 7 مساجد، وهي الجامع القبلي والمصلى المرواني ومصلى الأقصى القديم ومسجد قبة الصخرة ومسجد البراق ومسجد المغاربة وجامع النساء. فمسجد قبة الصخرة واحد من المعالم التي بناها عبد الملك بن مروان وأضافها للمسجد، وليس كما تفهم أنه أوجد عبد الملك بن مروان المسجد الأقصى بعد أن لم يكن موجوداً. هسه لو صدق إشكالك بمقبولية قلنا بها باب وجواب، أشو أنت تخوط بصف الاستكان؟ لا والله تخوط خارج الصينية، عذروني أكو سالفة تبربر بقلبي، خلي أحكيها وارتاح. هاي الأيام صايرة موضة مدري موضة، وهي إذا شخص يريد يصير مثقف ومتحضر وناقد وفهيم، فشي يسوي؟ يقرأ لش كم كلمة ويصير إباحي ويتنازل عن الشرف والغيرة ويتمنطق بهالمصطلحات ويشكل على القرآن أو على الإسلام على مود يقولون هذا مثقف ومتحضر. وكل اللي بباله أنه ما دام الغرب متحضر ويوجد فيه الحلال والإباحية، فلازم إحنا نصير مثلهم إباحية وانحلال حتى نكون متحضرين. آخ منك عسى هبختك عبد الملك بن مروان، أنت السبب مو غيث التميمي.